استاذ الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. احدث جراحات السمنه المفرطه والسكر بالمنظار. احدث التقنيات الامريكيه لجراحات السمنه، تحويل مسار المعده بالمنظار، تكميم المعده بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيره. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحه العامه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. أنا اسمي سمى محمد عبد الناجي، سني 58، الوزن 160، الطول 170. المشاكل أنا مع السمنة، شفت دكتور كريم على التلفزيون فرحت له، قرر يعمل لي عملية تحويل مسار. ومشاكلي مع السمنة إن أنا تعبانة، تعب رجلي والسكر والضغط السمنة عاملة مشاكل كده وضهري، مش قادر اخد نفسي من السمنة. انا قلت لدكتور كريم ان شاء الله يعملها لي، واستنوني باذن الله بعد العملية. اهلا بيكم. تحويل مسار المعدة المصغر من العمليات القوية في انقاص الوزن والقوية في علاج الامراض المصاحبة للسمنة المفرطة. يمكن احنا اخترنا عملية تحويل مسار المعدة لأستاذة سومة. وزن 160 كيلو، يمكن هي مصابة بالسكر وماشية على أقراص. تحويل مسار المعدة هي عملية قوية في إنقاص الوزن، لأن هي بتقلل الوزن بأن هي بتقلل حجم الوجبة، بتزود الشبع، بتقلل الجوع، لأن احنا بنعزل جزء كبير من المعدة بس ما بنستصلوش، يعني بيظل موجود جوه البطن. ويمكن دي حاجة ميزة من مميزات تحويل المسار، أن احنا بنشيش جزء من المعدة. عملية تحويل المسار كمان بتتميز عن العمليات الأخرى إن هي بتقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة قد تصل إلى 70%، وبالتالي إنقاص وزن بطريقتين. طبعًا إنقاص الوزن وتقليل امتصاص السكريات والدهون وكمان تنشيط هرمون الجي إل بي 1 من ناحية الأمعاء، لأن الدورة بتبقى يعني دورة الأكل بتبقى سريعة شوية، وبالتالي ال سيل اللي بتطلع هرمون جي ال بي 1 بصوره كبيره جدا بتنشط البنكرياس وتعيد الاتزان الهرموني الى الجهاز الهضمي مره اخرى، وبالتالي الشفاء التام باذن الله من السكر. تحويل مسار المعده من العمليات السهله يعني التي يمكن اجراءها بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يمكن قليله في المستشفى قد تصل الى 12 ساعه من ضمن منظومه الفاست تراك، واحنا يمكن هنوريكم النهارده في معظم الحالات قد ايه العمليات يمكن تكون يعني الحرفيه العاليه فيها والتجهيزات العاليه اللي فيها باستخدام التكنولوجي العالي زي استخدام الدباسات الحديثه، الدباسات السيجنيا اللي هي الالكترونيه، بدباسات الباور جونسون، بدباسات اللي هي المستهلكات الطبيه الاعلى في العالم. السيت اب بتاع العمليات، تنظيم العمل داخل المراكز او المستشفى، ده بيؤدي الى منظومه متكامله. وبنخرج من المستشفى ان شاء الله في خلال 12 ساعة ما بعد اجراءها. خروجنا من المستشفى، اليوم اللي نخرج فيه نقعد يوم واحد بس في البيت، وما بعد ذلك ممكن ننزل شغلنا بعد يوم فقط من اجراء العملية. يعني احنا بنقول لكل الناس ان العمليات دي امان ان شاء الله، وفعالة في انقاص الوزن، وفعالة في علاج الامراض المصاحبة للسمنة المفرطة التي قد تتعلق بالسكر، انقطاع النفس اثناء النوم، مشاكل يمكن كمان في الكبد التدهوني، او زياده يمكن الدهون الثلاثيه او الدهون الضاره بالدم، ملهاش طريقه ثانيه غير انقاص الوزن. فتحويل المسار من ضمن العمليات الاقوى في العالم في انقاص الوزن وعلاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه. هنطمنكم على كل الناس، وتمنياتنا لكل يعني الناس اللي عملت النهارده بالشفاء، ونتمنى لحضرتكم صحة وسعادة طول الوقت. شكرا شكرا. احنا بس بنشرح تحويل مسار المعدة المصغر، الخطوات البسيطة اللي بتعمل بيها تحويل مسار المعدة المصغر. تحويل مسار المعدة المصغر الجزء العلوي منها هو عبارة عن كأنه يعني تكميم معدة، لان احنا بنعمل انبوبة طويلة كده من المعدة تتسع لي وجبة يعني تكفي وزن مناسب 70 كيلو 60 كيلو، ويتم عزل الجزء الباقي من المعدة بالشكل ده.
يعني الجزء ده معزول، الجزء ده احنا هناكل فيه. الجزء كمان اللي اتعزل اللي هو باقي المعدة والاثنى عشر وبداية اول 2 متر من الامعاء اللي هما دول، وبعد كده بنوصل الامعاء بالجزء اللي احنا عملناه جديد او الجزء اللي احنا عزلناه هناكل فيه، وبالتالي الاكل هيمشي كده على طول على الامعاء بالشكل ده كده. ويتم عزل المعدة الاثنى عشر اول 2 متر من الامعاء. طبعا اول 2 متر من الامعاء يعني في الاوزان الصغيره مش لازم نعزل 2 متر كاملين عشان الوزن ما ينزلش بصوره كبيره، ولكن يعني بيتم تفصيل العمليه بالنسبه للوزن، لان عمليه تحويل مسار المعده هي عمليه مش بس لانقاص الوزن، هي عمليه كمان لعلاج مرضى السكر. مرضى السكر من النوع الثاني ربما يكونش الوزن بتاعه كبير قوي لدرجه ان هو يعني محتاج انقاص وزن بصوره كبيره، وبالتالي بيتم يعني تقليل الامعاء، يعني ممكن تكون على يعني بعد 150 160 سنتي، مش لازم نوصل ل 2 متر كاملين. وكمان في الاوزان الصغيره اللي هو 15 كيلو ل 20 كيلو فوق الوزن الطبيعي ممكن نكبر حجم المعده يبقى اكبر من كده بشويه، لكن الحاله يعني في معظم الحالات اللي هي فوق ال 150 احنا الحقيقه بنحتاج ان احنا نعمل معده زي ما احنا شايفين كده، زي يعني لونج نارو باوتش او انبوب مستطيل بيتم عمله عشان نقدر ناكل كميه صغيره ونشبع، بفضل ان احنا عزلنا جزء المعده الكبير اللي هو بمسؤول عن يعني افراز جزء كبير جدا من هرمون الجوع. دلوقتي احنا بنعمل اختبارات داخل العمليه، اختبارات تسريب واختبار نزيف يعني لتفادي المضاعفات. هيتم دكتور التخدير دلوقتي هيحقن صبغه بكميه كبيره بحيث ان المعده تبقى اندر بريشر او تحت ضغط، وبالتالي ان احنا يبقى احنا كده عملنا اختبار كامل للمعده. اتفضلي بيه. تمام تمام، احنا المعده دلوقتي اندر بريشر الحمد لله، احنا بنبص على الوصله اللي احنا عاملينها، التدبيس تمام كله تمام خلاص. احنا بنطمن برضه على الضغط بتاعنا، ما يكونش الضغط واطي، لازم الضغط برضه يكون يعني في معدله الطبيعي او ازيد شويه عشان نطمن ان ما فيش اي نوع من النزيف. احنا هنطمنكم ان شاء الله على كل المرضى النهارده اللي عملوا عمليات مختلفه بقى ما بين تكميم معده، تحويل مسار المعده، وانواع كثيره من عمليات السمنه، ونشوفكم دايما على خير. شكرا جزيلا. شكرا. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. احدث جراحات السمنه المفرطه والسكر بالمنظار. احدث التقنيات الامريكيه لجراحات السمنه، تحويل مسار المعده بالمنظار، تكميم المعده بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيره. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحه العامه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. أنا اسمي سمى محمد عبد الناجي، وعاملة العملية عند دكتور كريم، وخرجت من ساعتين وتمشيت وأنا كويسة وزي الفل مع دكتور كريم، وربنا يبارك فيه وإيده تتلف بالحرير إن شاء الله خير بإذن الله، وهشوفكم بعد 6 شهور بإذن الله. اهلا بيكم. بنطمنكم على مدام سومه، الحمد لله هي عملت تحويل مسار المعده المصغر كعلاج للسمنه المفرطه لوزن 160 كيلو، وهي مصابه برضه بالسكر. تحويل مسار المعده المصغر هي الاقوى في علاج السكر وعلاج السمنه المفرطه، وكمان الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه زي التدهن الكبدي المرضي، وكمان زياده الدهون الضاره بالدم، ومشاكل قد تتعلق بالنفس اثناء النوم اللي هي انقطاع النفس اثناء النوم او الاوبستراكتيف سليب ابنيا في معظم الناس بتبقى موجوده، دي بتتحسن بصوره كبيره جدا. طبعا احنا بعد ساعتين من اجراء العمليه في منظومه الفاست تراك احنا بنقدر نتحرك بعد ساعتين، نشرب بعد 6 ساعات، نخرج من المستشفى بالسلامه خلال 12 ساعه. طبعا دي منظومه متكامله من ضمنها يعني المسكنات زي البي سي اي، منظم الالم ده بيبقى فيه جرعات مخدر ومسكن بجرعات منتظمه،
طول الوقت، واذا احتاجنا او كان في شعور بالالم بنضغط على زرار صغير كده بيدينا جرعه تانيه دون الاحتياج الى يعني ان احنا نطلب اصلا حاجه مسكنه للتحكم في الالم. تحويل مسار المعده مش بس بتقلل كميه الاكل، لا كمان بتزود الشبع وبتقلل الجوع عشان بتعزل جزء من المعده اللي هو مسؤول عن هرمون الجوع، بنتخلص من 80% من هرمونات الجوع. النمره الثانيه ان هي بتاثر على السكر، لان طبعا بتقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبه قد تصل الى 70% من السكريات والدهون، وبالتالي الحمل الكبير قوي على البنكرياس بيقل. كمان بتنشط البنكرياس عن طريق ان هي بتنشط خلايا الليسيل، بتطلع هرمون الجي ال بي 1 اللي بينشط البنكرياس، بيزود نشاطه، بيخليه بيعمل بطاقه اكبر من اللي موجوده، ويمكن عليه ثوره علاجيه كبيره. كل ده بيحصل بعد تحويل مسار المعده المصور. احنا بندعو كل الناس المصابه بالسكر ان هو يعني يقدم على اجراء عمليه تحويل مسار المعده حتى لو وزنه مش عالي. احنا كتله الجسم كاسر ال 30، يعني نقسم وزننا على طولنا مرتين طلع اكتر من 30 والسكر مش منتظم. احنا بنقول لكل الناس ان انت عندك امل في انقاذ الوزن الزائد ده اللي هو القليل ده، وكمان تتعالج من السكر. احنا مش لازم نعمل عمليه تحويل مسار لكل الناس بنفس الطريقه. الناس اللي وزنها صغير بنزود حجم المعده نكبره بحيث ياكل اكتر، وسوء الامتصاص يقل شويه للسكريات والدهون، وبالتالي بتبقى عمليه تيلورد يمكن التحكم فيها بالنسبه للاوزان. الوزن الكبير بنعمله فورمال، يعني بنعمل المعده اللي هي على المقاسات الدوليه الموصوفه للوزن الكبير، وكمان بنستبعد جزء من الامعاء يوازي الوزن الزائد، وبالتالي هي عمليه يمكن التحكم فيها بالنسبه للاوزان. احنا بنتمنى ان طبعا ما نوصلش الاوزان فوق ال 160 و170 عشان نبتدي نعمل العمليه، لا احنا يعني اذا كان الوزن كبير يعني ب 20 كيلو حتى فوق الوزن الطبيعي وكنا عندنا سكر من نوع تاني، لا ابتدي اعمل العمليه، هتعالج السكر وتنزل لك شويه الوزن اللي هما الزايدين وترجع لحياتك الطبيعيه. هنطمنكم على كل الناس اللي عملت عمليه النهارده، ونتمنى لكم صحه يعني جيده طول الوقت، والحمد لله على سلامتك. يسلمك. شكرا. اللي عايز يجي شكرا. عند دكتور كريم اهل الثقه، اهل الثقه دكتور كريم، ربنا يبارك يا رب. شكرا شكرا. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. احدث جراحات السمنه المفرطه والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحة السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحة السمنة والمناظير. ورحمة الله وبركاته. أستاذ الدكتور أحمد المعتصم معاكم، أستاذ بكلية الطب واستشاري طب وجراحات العيون والليزك والقرنية بمصر ودبي وإربيل العراق. يا رب كلكم في أحسن خير وأموركم كويسة. النهاردة نتكلم عن موضوع لطيف جدا وموضوع خفيف وموضوع لذيذ ويهم كل الشباب الصغيرين، هو موضوع تصحيح الإبصار. طبعا كلنا سمعنا عن كلمة الليزك، ما فيش حد ما يعرفهاش. الليزك طبعا تكنولوجيا بقالها حوالي 10 15 20 سنة دلوقتي. النهاردة هدفنا أن نفهم أن الليزك ده مش نهاية المطاف، وأن احنا عندنا تكنولوجيات أعلى بكتير، وأن الليزك ده ليه ضوابط معينة، وأن احنا لازم مش أي حد ينفع عملية الليزك، ومش أي سن ينفع عملية الليزك. ده أهمية موضوعنا النهاردة. أولا نعرف أن الليزك على قد ما هي عملية هايفة وسهلة، على قد ما هي ممكن عملية تؤدي إلى العمى لو ما تعملش بطريقة مظبوطة. وثانيا لازم نعرف أن الليزك ده مش نهاية المطاف، في عمليات تانية كثيرة. وثالثا والأهم أن المريض دايما عندنا أمل بإذن الله تعالى. لو مثلا شاب وعنده او شاب عندها قصة نظر عالي وحد لا ما ينفعش ليزك، في بدائل؟ طبعا في بدائل، ده موضوع حلقتنا النهاردة. اولا لازم نعرف حاجة مهمة جدا عشان نعمل تصحيح الابصار اللي هو منه عمليات الليزك، لازم محتاجين 3-4 نقط في قمة الاهمية. اول شيء هو ان يكون نظر المريض ثابت، وده بيثبت امتى؟ من اول سنة 18 سنة. يبقى معنى هذا الكلام لو حد عرض على طفل صغير نعمل ليزك، دي تعتبر بالنسبة لنا جريمة،
الا في حالات معينه هنقولها في اخر الحلقه ان شاء الله. يبقى اذا الليزك من اول سن 18 سنه ليه؟ عشان يكون نظر ثبت. من سن 18 سنه بيكون الانسان جسمه النمو بتاعه وصل لمرحله النهائيه، شكل الانسان وصل لمرحله نهائيه، وكذلك قوه الابصار وقوه النظاره. من 18 ل 20 21 مختلفه من مريض لمريض. ازاي نعرف نظر المريض ده ثابت؟ احنا كاطباء عيون بنعمل حاجه بسيطه جدا جدا، بنعمل فحص نظارة المريض اللي هو جاي بيها، ونعمله فحص نظارة عندنا جديد، ونقارن الاثنين لو زي بعض او الفرق ربع او نص اعرف النظر ثابت. طب ما كانش ثابت هنعمل ايه؟ اقول له مفضل حضرتك هنستنى 6 شهور تانيين ونرجع نعيد الفحص. هدفنا في الاخر نعمل ليزر على فحص ثابت. يبقى اذا ثبات النظر هو مهم جدا جدا. طيب واحد سنه 40 50 سنه ينفع؟ طبعا ينفع، بس نتاكد ما عندوش حاجات بتاعت كبار السن زي الميه البيضاء مثلا ولا حاجه. يعني ممكن مريض عنده 45 او 50 سنه وجاي يعمل ليزر. سبحان الله لسه كان عندي مريض دلوقتي في العياده كده 45 سنه، عينه الشمال حاسس فيها نظر قل، فهو تخيل عايز يعمل ليزر، بفحص لقيت ميه بيضاء، وجهته اتجاه تاني خالص، قلت له محتاج تسحب الميه البيضاء. يبقى نمره واحد، يبقى نمره واحد ثبات النظر. نمره اثنين ونمره ثلاثه دول مرتبطين ببعض، الا وهما سماكه القرنيه تسمح ولا لا، وسطح القرنيه يسمح ولا لا. والاثنين دول بنعملهم، احنا بنعمل صوره ملونه على القرنيه. الصوره دي اسمها ايه؟ اسمها التوبوجرافي او اسمها البنتا كام. البنتا كام او التوبوجرافي هي اشعه مهمه جدا لعمليه تصحيح النظر، عشان اتاكد ان المريض ده ما عندوش حاجه اسمها قرنيه مخروطيه. والقرنيه المخروطيه دي عملنا حلقات عليها كثيره جدا، لان المريض اللي عنده قرنيه مخروطيه ممنوع يعمل عمليه تصحيح النظر. تمام. طيب تاني شيء هو سماكه القرنيه، لان انا هشيل طبقات بالليزر. هل سماكه القرنيه تساعدني ان اقدر اعمل عمليه ولا ما ينفعش؟ لان احنا عندنا في علاقه ما بين كميه الليزر اللي هعملها وما بين سماكه القرنيه، وحسب الكلام ده كله بقدر احط معادلات واعرف المريض ينفع له العمليه او ما ينفعلوش العمليه. الجزء الثاني هو انواع العمليات بقى بتاعتنا. عندنا عمليات كثيره جدا، كلنا عارفين الليزك. ايه بقى الفرق بين الليزك والفيمتو ليزك والفيمتو سمايل وانواع كثيره؟ وبمنتهى البساطه كده، اول تقنيه اتعملت في تصحيح النظر هي تقنيه الليزر السطحي او اسمها البي ار كي. البي ار كي ان انا ما بعملش اي فتحات في القرنيه، بضرب ليزر خارجي. عمليه امنه جدا، عمليه ممتازه، لكن كان في عيب واضح بالنسبه لنا هو الريكفري. الريكفري او فتره النقاهه، المريض ممكن ياخد من 3 ل 5 ايام او اسبوع لحد النقاهه، بقى عنده شويه الام وحرقان، ليش المريض مرتاح شويه. فاذا ظهرت تقنيه الليزك. الليزك اللي هو بعمل باب في سطح القرنيه باستخدام المكنه، عمليه سهله وعمليه جميله جدا. طلعت بقى حاجات احدث، يعني لو شفنا معانا الصوره دي بتورينا الفيمتو ليزك. ايه الفيمتو ليزك دوت؟ ان انا بعمل نفس الباب بطريقه الليزك لكن بستخدم ليزر. يعني معنى هذا كلام انا هيبقى كل شغلي بالليزر، مفيش جراحه فيه خالص. الليزك في حته جراحيه شويه، بنفتح الباب ازاي؟ بالمكنه. اما الفيمتو ليزك زي ما الصوره موضحه عندنا، ده بستخدم ليزر. يعني اذا الباب اللي هعمله هعمله بالليزر، وبعدين اصلح العين بالليزر برضه. دي من احدث التقنيات. طلعت حاجه بعديها يا دكتور احمد، ايوه طلعت حاجه اسمها الفيمتو سمايل. الفيمتو سمايل هنستخدم برضه الفيمتو ليزر، لكن مش هعمل باب خالص، فبنسميها عندنا الفلابلس. فلابلس يعني without a flap. without a flap يعني ايه؟ مفيش باب خالص. يعني هعمل ليزر داخل الياف القرنيه بدون ما تاثر على سطح القرنيه زي البي ار كي، وبدون ما افتح باب خالص. دي من احدث التقنيات. كل دي تقنيات مختلفه، لكن عشان اعملها لازم اتاكد المريض زي ما قلنا نظره ثابت، سطح القرنيه بتاعه طبيعي، سماخه القرنيه طبيعيه، مفيش حاجه جوه العين مثلا زي واحد كبير السن عنده ميه بيضاء او ميه زرقاء او ما شابه. الكلام ده كله كلام مهم جدا، لكن بنواجهنا مشكله ثانيه خالص. ايه هي؟ ان مريض عنده مقاسه عالي جدا او سماكته ضعيفه جدا. ده بيبقى طبعا زمان نقول والله اسفين مفيش علاج، هتضرب بنظارتك. طبعا نظاره سميكه بتبقى منظرها مش حلو، بنسميها اللي هو زي قعر كوبايه او كده، مش لطيفه يعني. اولا نظاره بتخلي الصوره مصغره جدا، ثانيا نظاره ثقيله جدا، ثالثا والاهم شكلها مش حلو للمريض. ظهرت عندنا علاجات مختلفة وبنسميها بدائل عمليات تصحيح النظر او بدائل عمليات الليزر. كل انواع الليزر اللي انا شرحتها بتكون في قرنية العين. لما يكون مقاس العين عالي جدا، سماكة القرنية ضعيفة، ساعتها لن يصلح عمليات تصحيح النظر في القرنية. والبدائل بتاعتنا هي ايه؟ حاجة اسمها زراعة العدسات. زراعة العدسات مختلفة المريض لو كان عنده قصة نظر او طول نظر. لو كان المريض عنده قصة نظر، ده واحد عينه اصلا خلقتها سبحان الخالق عين كبيرة، فعندي مساحة كبيرة جوه العين، ساعتها بسيب عدسته الطبيعيه اللي جوه العين بيستخدمها في القراءه، وازرع فيها عدسه دائمه تخليه يقدر يشوف كويس بصوره واضحه وصوره بسيطه جدا. عمليه سهله جدا جدا، وبديل امن وممتاز لقصة نظر الشديد. يمكن من 20 25 سنه احنا كنا بنقدر نعمل ليزر، او تجرأنا على القرنيه بصراحه وعملنا ليزر لمقاسات 14 و18 درجه كمان. فوجئنا بعد 20 سنه ايه اللي حصل؟ المرضى رجعوا تاني بنص الدرجات. يبقى اذا اتعلمنا احنا كاطباء تصحيح نظر ان المريض من ناقص نص لحد ناقص 10 ده اللي يقدر ينفع له ليزر، بعد ناقص 10 بلاش.
أرجوك بلاش لأوعدك هيرجع منهم درجات. وشفنا مرضى كثيرين جدا ما زلنا في هذا الزمن مع الأسف بيروحوا الأطباء قليل الخبرة يعملوا ليزر على الأرقام دي وفوجئنا مريض رجع بثلاث أربع درجات ومشكلة بس وسماكة القرنية راحت مننا مش قادرين نعمل حاجة تانية في القرنية. أقول له أنا مضطر أزرع عدسة. كنا زرعنا من الأول. يبقى إذا مقاس المريض أكثر من 10 درجات والسماكة ضعيفة من فضلك سهل على مريضك حافظ على قرنيته ما تلمس القرنية واعمل زراعة عدسة. ده الاختصار. أما طول النظر مشكلته مشكلة بصراحة. ليه؟ طول النظر من أول زائد صفر حد زائد 4 درجات ممكن نعمل ليزر. بعد الأربع درجات صعب جدا. طيب هل طول النظر ممكن أزرع له عدسة فوق عدسته؟ طبعا لا. ليه؟ زي ما قلنا قصر النظر عين كبيرة طول النظر عين صغيرة. ربنا سبحانه وتعالى خلقها عين صغيرة. إذا العين دي ضيقة صعب نزرع عدسة فوق عدسة. يبقى حل الأمثل إيه؟ هسحب عدسة المريض كأنها عملية مية بيضة وحط عدسة مكانها جديدة. طبعا الكلام ده فيه مشكلة بايخة جدا. ليه بقى؟ مريض اللي عنده مية بيضة ده مريض سنه كبير. لما اسحب عدسته وحط عدسه هياخد نظاره قراءه مفيش مشكله. اما صغير السن مش متعود يلبس نظاره قرايه بايخه جدا لما يكون شاب صغير عنده 20 سنه ويلبس نظاره للقراءه. ايه الحل ساعتها؟ هنحط العدسات اللي اسمها تراي فوكال او المالتي فوكال. بحط عدسه العدسه دي هيشوف القريب ويشوف البعيد ويشوف المتوسط. يبقى اذا حتى طول النظر اللي كنا من فتره مش مفيش ليه اي علاج الحمد لله بقى عندنا علاج ليه ان انا اقدر اسحب له عدسته كانها ميه بيضه وازرع له عدسه متعدده البقرات. ده كان موضوع النهاردة. موضوع شيق موضوع مهم موضوع جميل. تاني هعيد وزيد عمليات تصحيح الإبصار عمليات سهلة جدا لو اتعملت مع دكتور ذو خبرة كافية جدا. لو أهملنا أو استرخصنا في عيننا وروحنا الطبيب قليل الخبرة ممكن يؤدي العمى والعياذ بالله. أشكركم وسعيد بيكم. السلام عليكم. احنا موجودين هنا أول حاجة رقم واحد عشان وضع أولوياتنا في المواجهة الطبية في تخصص جراحة العظام في ظل ظروف كورونا. الحاجة الثانية بنؤكد على الإجراءات الوقائية اللي لابد أن المجتمع الطبي كله ينقلها للمجتمع بصورة أشمل. الوقاية خير من العلاج. اتباع العادات الصحية حتى تمر هذه الأزمة قدر المستطاع. البعد قدر المستطاع عن الوجود في الأماكن المغلقة. أي دواء له طبعا مضاعفات والمضاعفات دي ممكن يأثر لأن معظم المسكنات بتبقى ممكن يبقى فيها خطورة. مجرد إن احنا لازم الطبيب الأول هو اللي يحكم بالموضوع ده. الحاجة التانية برضو لأنه بيسأل على أمراض لو كان العيان نفسه في أمراض كلى في أمراض كبد لأن هو برضو المسكنات معظمها بيخرج من هنا من بيبقى الإخراج من الجسم من دول وبالتالي فلازم يبقى لو حصل حاجة عشان ما نضرش حاجة تانية. الحاجة التانية برضو بيبقى له تأثير على المعدة وله تأثيرات تانية أخرى. من مهارات جراح العظم السيطرة على الألم. بمعنى كتير جراح العظم يعمل عملية ممتازة جدا للمريض ومع ذلك للمريض مش مبسوط لأنه متألم. السيطرة على الألم أو عدم وجود ألم من حقوق الإنسان الطبيعية. فإحنا بنناقش هنا إزاي نسيطر على الألم بطرق المختلفة وفي نفس الوقت الأدوية الحديثة اللي هي بتتجنب المشاكل اللي كانت موجودة في الأدوية القديمة اللي هي مشاكل المعدة مشاكل الكبد مشاكل الكلى كلها مشاكل كتيرة. بنناقش النهاردة الأساليب الحديثة من الأدوية اللي بتقدر تسيطر على هذه المشكلات وتحلها بحيث المريض يقدر ياخد الدواء اللي هو بيضيع الألم وفي نفس الوقت ما يحصلش الأعراض الجانبية. شركة إيفا فارما هي كونها شركة مصرية وعالمية موجودة على أرض مصر عندنا دور إحنا بنعتز بيه تجاه رفع التسقيف الطبي للمرضى مش بس إتاحة الأدوية اللي بيحتاجها الطبيب أو المريض. ففي إطار الدور ده إحنا بالتواكب مع إطلاق عقار اسمه أنسي لاكوكس. العقار ده يعتبر من أحدث المسكنات من الجيل الثاني المتاحة دلوقتي لمرضى خشونة المفاصل والألام بشكل عام. اكتشفنا انه في حالة اسراف شديد بتحصل من المرضى في استعمال المسكنات وحالة الاسراف الشديد دي بينتج عنها اعراض جانبية بالذات بتصيب المعدة او بتصيب الكلى بتاعت المريض. فالأنسيلاكوكس بيحل المشكلة دي انه هو بيقدم علاج امن ومسكن امن من الجيل الجديد مش بيشتغل عن طريق انه يعمل مضاعفات جانبية لا على معدة المريض او على الكلى بتاعته. ورجعنا لكم من جديد أعزائي مشاهدي برنامج الطبيب وأهلا بيكم في الفقرة اللي كلنا
خلاص انا كمان بقيت قاعده مستنياها. اولا ببتسم فيها من قلبي، ثانيا بحس بالانسانيه قويه جدا فيها، فيها روح كده وفيها بهجه، فيها اتصالات كده بيكون معانا بدعوات حلوه قوي. انا عن نفسي بستمتع جدا بالفقره دي. هبتدي الكلام بالفقرة وهي المبادرة أكني بقولها للمرة الأولى، يعني لأول مرة. في مبادرة حلوة جدا بتقدمها لنا دكتورة منى العقاد من داخل برنامج الطبيب. لكل مشاهدي برنامج الطبيب، الكشف، سمع، اتزان، كل الاختبارات دي احنا بنبقى عارفين ان هي شويه بيكون اسعارها زياده، ان في ناس امكانيات ما تسمحش ان هي ممكن تروح يعني تعمل الاختبارات دي. وللاسف المعلومه اللي هنعرفها منها داخل الفقره ان انا بالظبط الاذن دي بالظبط زي العين، يعني انا لو نظري ضعيف واخرت عليه شويه نظري هيضعف اكتر. فنفس الموضوع الاذن، ان انا لو ما لحقتهاش بسرعه هتجه بقى للسماعات. وهنتكلم برضو ده كله في المواضيع المهمه دي، بس خليني ارحب بيها واقولها لها انا سعيده جدا لان انت متواجده معايا النهارده. دكتوره منى العقاد، استشاري امراض السمع والاتزان، دكتوراه جامعه القاهره، رئيس وحده السمعيات بمستشفى الجامعي. اهلا بيكي. اهلا بيكي استاذه ميري، ربنا يخليكي. بتوحشيني. وانت كمان. لا جنبك ايه؟ قولي لي بقى يا دكتور، يعني اول حاجه يعني عايزه اسالك فيها، ولازم طبعا الكل يعرف الحقيقه، احنا كنا عاملين المبادره دي لمده شهر. وانا لما كلمتك في التليفون وقلت لك زي ما تحبي اللي انت تحبيه، ده حقيقي. ردك كان عليا اللي انت هتكملي المبادره، ايه سبب اللي انت هتكملي المبادره؟ اولا فرحه الناس، فرحه المرضى، فرحه الساده المشاهدين لما بيكلموني ومش مصدقين ان ايه ده برنامج الطبيب بقناه المحور بيعملوا مبادره مجانيه. اقول لهم ايوه، قولوا لي دكتوره منى هتكشف علينا، وما بيكلموا بقى فريق العياده. ممكن فريق العياده يرد او انا ارد ساعات، برد برده علشان الناس ما بيبقوش مصدقين فعلا، بيبقوا خايفين. طب ندفع كام؟ طب لما نيجي ندفع كام؟ طب نجيب معانا قد ايه؟ ما حدش يا جماعه يدفع مليم عندي تبع برنامج الطبيب، علشان بس الناس بتسالني كتير قوي لحد ما يدخلوا عندي في اوضه الكشف ومش مصدقين. طب نقولها بطريقه اوضح لاي حد بيشاهدنا ولاول مره، او اللي بيشاهدنا وما كانش واثق في المبادره دي، بس عايزه حضرتك اللي تقولي المبادره من نفسك. لجميع الساده مشاهدي برنامج الطبيب، اهلا وسهلا بكم في عيادتي الخاصه، كشف ومقياس سمع وضغط اذن واختبارات الاتزان مجانيه، وبيكون عندنا كمان شركات سماعات. اي حد عايز يجرب سماعات بنقدر نعمل كده، يعني سهله مش صعبه. بتقولي لي كمان انت بتساعديهم. بص انا هقول كل حاجه هو الهوا، اللي انت بتساعديهم ان كمان بتجيب لهم تخفيضات على السماعات. واحنا عارفين برضو ان السماعات دي بتكون غاليه جدا. ايوه. طيب انا قبل ما يعني طب مخرجنا دخل على الجد على طول. طيب دي الحالات اللي معانا العشاشه، هي دي الحالات اللي جات لحضرتك في العياده، قد ايه هم كانوا فرحانين وهم اصلا بيتصوروا؟ يعني في ناس تقول لك لا انا ما اتصورش، قولي لي مدى الاستمتاع ان هم بيصوروا معاكي وعارفين ان الصوره هتنزل معانا على الشاشه. اولا بصي ضحكتهم وهم فرحانين وهم بيتصوروا معايا، ان انا بقول لهم احنا عايزين ناخد صوره حلوه عشان برنامج الطبيب، وان انا يعني نفذت وعدي. فلازم يكون في، يعني مش هقول دليل، ولكن الفرحه نفسها باي موقف. بصي انا اتعودت واتعلمت في حياتي ان اي ايفنت او اي موقف او اي مشهد انا بمر بيه في حياتي حلو واسعدني احب اتصور فيه. لا انا من متابعينك على فكره طبعا وعارفه الكلام ده، انت يعني انت على طول مع الناس في الشارع في الحاجات الخيره، بجد انسانه جميله بمعنى الكلمه. ربنا يخليك. عايزين النهارده نسال شويه اسئله نخلي كمان الناس تعرف يعني ايه الامراض بمعنى اصح داخل السمع والاتزان، او ايه الاعراض اللي انا ممكن احس بيها. بس خليني في الاول اقول ان احنا كل فقره مع الدكتور بقول الوقت انتهى بسرعه، ما بنعرفش نتكلم في الحاجات المهمه، وبندخل كمان معانا تليفونات بيكونوا يعني راحوا للدكتور في العياده. ولكن النهارده بقى احنا فاتحين التليفونات، اي حد عايز يتصل بينا يسال يطمن يكلم الدكتوره على الهواء، احنا معاكم مباشر واحنا مستنيين طبعا كل تليفوناتكم. ندخل بقى في الجد. ايوه. وقلتي لي حاجه حلوه قوي وانا قلت لك لازم اتكلم فيها. ان في طفل جه لحضرتك وهو لازم يركب سماعه، وهو كان معترض واهله مش عارفين يقنعوه،
وهو اللي كان مضايقه ان الاصدقاء او صحابه بيبقى فيه تنمر. بصي بدايه المشكله منين؟ عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا عارفين، ضعف السمع درجات، بسيط، متوسط، متوسط الشده، شديد، عميق. بمعنى انه مش يا ابيض يا اسود. ممكن الام تيجي تقول ايه، انا ساعات بنده على ابني ما بيردش عليا زي الاول. خدي بال حضرتك انا بتكلم على اللي سمعه كويس وبدا يتغير. ليه؟ لان احنا طبعا قلنا قبل كده الحلقه اللي فاتت او اللي قبلها انه الطفل لما بيجي البيبي لما بيتولد لازم الام والاب يبقوا فاهمين ان في ردود فعل من البيبي للاصوات. بمعنى البيبي بيبص بعينه، بيبص براسه، يبقى نايم، في صوت عالي، صوت موبايل، صوت باب، يتخض، يعيط، يبقى في رد يعني فعل. يعني دي انا لازم الاحظها في الطفل بتاعي. في تيجي ام تقول لي البيبي ما بيتحركش ولا بيتجه لصوت بعينه ولا براسه ولا باي حاجه خالص، فده نشك ان عنده ضعف سمع من الاول. لكن السمع العادي التدرج اللغوي والسمعي للطفل مثلا عن 6-7 شهور بيبدا يلاغي، سنه يقول كلمه بابا ماما، سنتين يقول جمله. بعد كل ده خدي بال حضرتك بالذات حاسه السمع ممكن تتاثر في اي سن. الطفل وصل لمراحل في التعليم كويسه، المدرسه دخل عادي مفيش مشاكل، بدات الام بعد كده، ودي بعض شكاوي متكرره هنتكلم بقى على الشكاوي. أيوه. بس انا ما بلحقش اتكلم معاكي ومعانا تليفون الحاجه علي. الو. ايوه يا دكتوره. عليكم السلام، اتفضل. ايوه اتفضل، احنا معاك، احنا سامعين. ايوه يعني اقول ايه يعني؟ حد علي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا رحت للدكتوره منى مشكوره وربنا يبارك لها، وكشفت عليا وبعدين قالت لي اعمل رنين وهاته، فعملت الرنين وجبته لها، قالت لي في مشاكل في الفقره اللي هي من 4 لـ6. لا بقى معايا حضرتك؟ ايوه انا سامعاك، اتفضل. وبعدين قالت لي، قلت لها انا اصلا بتجيني دوخه او عدم الاتزان. فانا شافتني بتتغوط واختبرتني، فقالت لي في مشاكل اللي هي بتاعت الفقرات مأثره على الرقبه، والرقبه تقريبا بتوصل حاجه للمخ، فعشان كده بيجي لك الدوخه. يعني حضرتك اكتشفت ان المشاكل اللي عندك من فقرات الرقبه. الرقبه طبعا. مشكله. ايوه الرقبه. ايوه ايوه، لان ما بقدرش الوح رقبتي يمين او شمال. الف سلام عليك يا حاج، ويعني بنقول لك نورتني يا حاج علي، نورتني. نورتنا برنامج الطبيب. الله يبارك فيكي. بس انا كتبت للدكتوره منى على نوعين من البرشام، قالت لي عشان الاتزان والدوخه، وقالت لي استمر عليهم لمده شهر. ان شاء الله انت هتبقى زي الفل. ما تنساش جلسات العلاج الطبيعي يا حاج علي. ايوه. لفقرات رقبتك. ايوه، اعمل بقى جلسات على رقبتي. ايوه. ما تكسلش والنبي يا حاج علي. واحنا هنتابع معاك كم اسبوع كده وهنطمن بقى نشوف دكتوره منى عملت ايه معاك، خلاص؟ بنشكرك جدا. بصي هو حلو قوي، بيقول لك ايه، انا مش عارف اقول ايه ولا ايه، عايز يقول حاجات كتير. طيب قوي. جميل، وعايز اشكرك بطريقه جميله، فمش عارف ايه اللي يبتدي منين. احنا بنشكره وبنشكرك يا دكتور طبعا على المبادره الحلوه دي. نرجع للطفل اللي لازم يركب السماعه. الام بقى كانت بايه؟ بتبقى واقفه مثلا بعيد شويه في اوضه ثانيه تنده عليه ما يستجبش. فكانت فاكراه ان هو بيضحك او بيكذب او مش عايز يرد عليها او بيطنشها. فدي معلومه ان الطفل ما يعرفش انه يكذب في السمع، ما يعرفش يمثل انه مش سامع. ولكن احنا ناخد بالنا لو ما فيش استجابه من الطفل كالعاده او الطبيعي بتاعه، لا احنا لازم نعمل مقياس سمع. طبعا الام اتفاجئت ان هو عنده ضعف سمع، وكانت يعني الحقيقه قاعده تعيط قدام الطفل، فهو مش فاهم، الطفل ما يعرفش ايه فكرة السماعة او ايه الجهاز ده، كأني بديله موبايل، كأني بديله كمبيوتر، كأني بديله اي جهاز، ما يعرفش. ولكن احنا هنقعد في قصة الطفل دي لغاية اخر الفقرة. ليه معانا تليفون تاني؟ الو امل. لا خليك علي عشان انا معايا مداخلة. احنا خلاص، انت في المداخلة. اهلا اهلا. اتفضلي. الو. ايوه احنا سامعينك. ايوه يا دكتورة. اهلا وسهلا. ايوه انا معاك يا هو. انا وطيت وما دختش بصراحه. انا ميرسي جدا 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 على ذوقك، قبل اي حاجه متشكره على ذوقك حبيبتي، نورتيني والله. في دكاتره ما بتسمع الناس،
كفايه ان انت سمعتي حالتي ايه وحسيتي بيا، والله العظيم مش ده واجبي ولا مدخل، والله العظيم انت كفايه ذوقك. خدت العلاج والحمد لله، يعني انا النهارده وصيت وطبعا انا عملت لحضرتك الاشعه وبعتها لحضرتك. تمام ان شاء الله الدكتوره هتتابع معاكي. احنا بنشكرك على مداخلتك وصورتك اللي منوره معانا على الشاشه دي، وبتمنى دايما يعني بجد انا بتمنى دايما ان الكل بيشاهد برنامج الطبيب يعني يكون لامس ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا معاهم في كل التخصصات. يعني انا مش عايزه افضل عامله سبوت على تخصصات معينه، لا في ناس كتير قوي بتشاهدنا بتبقى عايزه نتكلم في حاجات كتير قوي. نرجع للطفل. شوفي شوفي هي قالت جمله ان انا سمعتها وده متكرر برضو من مرضى كتير، انه ده واجبي، ده لازم ان انا اسمعها، مفيش حاجه اسمها المريض يجي دقيقه او دقيقتين ونخلص، لازم اسمعه واسمع كل اللي بيقوله. زي الحاج علي لولا شكوته هو اللي وجهني انه لما بيحود برقبته بيحصل له عدم اتزان، بيحصل له دوخه، فهو بيبص يمين بيبص شمال رقبته بتبقى وجعاه، فلازم اسمع المريض واسمع كل اللي بيقوله بطريقته باسلوبه وعلى اساسه ابدا اكشف واشخص. خلينا نقول يعني انا مش هتكلم، شهادتي مجروحه في النقطه دي لان انا كل مره اقولها فالناس اكيد يعني زهقت اللي انا اقول لهم ان هي جميله. ربنا هي شخص جميل وهقولها وهفضل اقولها انسانه بمعنى الكلمه وبكل معاني الانسانيه الحلوه. والله يعني يا استاذه ميري انتوا الاجمل، لان انتوا اللي بداتوا كمان بالمبادره وانتوا شجعتوني ان انا اكمل، ولما بتساليني ان احنا ايه رايك نكمل قلت لك طبعا. ليه؟ لان انا كل مره ابعت لك اقول لك بصي المريض ده جالي وفرحان ازاي، بتردي عليا وانت فرحانه وانت مبسوطه وبتقولي الله. انا فرحانه بيكي يعني جدا وبفرحتك. ثانيا انا كمان بفرح ان بجد يعني دي حاجه لا تذكر طبعا، احنا بنقدمها لاي حد بجد، لكن هي الحاجه كبيره من عند ربنا من عند حضرتك. وكفايه دعوات الناس ليكي وليا ولينا كلنا وللبرنامج والفريق العمل كله، انت مش متخيله الناس تبقى فرحانه جدا فعلا حقيقي. ما عشان الناس بقى فرحانه يعني حبينا نكمل على الشاشه الناس اتصلت كمان. دي من مشاهدين برنامج الطبيب، نقول لها الو. استاذه فايزه الو السلام عليكم. عليكم السلام حبيبه قلبي. لو سمحتي انا كنت عايزه اكلم الدكتوره. معاكي اهلا وسهلا. ايوه انا بصي انا حضرتك يا دكتوره انا عندي طنين في الاذن اليمنى، ده عايشه معاه ممكن تقولي حضرتك بقالي سنين. تمام. يعني انا مش بعرف الطنين ده بيروح ويجي ولا مستمر 24 ساعه؟ 24 ساعه، لدرجه ان انا لما بكون قاعده في مكان هادي ببقى حاسه ان انا خلاص. يعني انت عندك الطنين ده بقاله قد ايه؟ انا افتكر لما كنت لسه صغيره وكنت بروح، انا عندي 52 سنه. وافتكر زمان خالص لما كنت لسه طالبه وكنت اجي اروح للدكتور واقول له لا انا في صوت في الاذن. يعني نقول من بعد ثانوي؟ ابتداء يعني من وقت درس دروس العقل اللي بتطلع بداتي تشتكي بطنين. ايوه مش بينيمني، يعني انا لدرجه ان انا بيجي وقت كده بحس ان هو بيتحول لكابوس معايا، كوابيس من كتر الالم اللي في طب عندك الم في الرقبه من ورا؟ لا مفيش الم في الرقبه. عملتي اي حشو في اسنانك من وقت الشكوى اللي بتقولي عليها؟ انا عندي في حشو عاملاه في اسناني ودرس العقل. شكه في حاجه حضرتك؟ ان الحشو ساعات اما طبيب الاسنان بيحطه ممكن يبقى يعني بيلمس العصب السمعي فبيعمل طنين. وهي الشكوى 24 ساعه. ففي حاجه مزمنه، يا اما درس العقل طالع معوج وعامل طنين. لا انا شايله درس العقل، درس العقل متشال مش موجود. تمام. الاربعه؟ اربعه مش عارفه انا فيه. او ناحيه الاذن، ناحيه الاذن اللي فيها مشكله الطنين اليمنى تقريبا. لا مش اللي الناحيه اللي فيها الطنين، يعني اللي انا شايلاه في الناحيه اليسرى. طب هو في حل حلو قوي. طب انت معاكي حل حلو قوي يا فايزه، يعني الدكتور بتقول الكشف مجاني. ايوه طب ما تيجي تشرفيني. قياسات السمع والاتزان مجاني موجوده معانا اهو. يا ريت تشرفيني. طب انا من اسكندريه. من اسكندريه. طيب ايه رايك ناخد رقمك عشان انا شايفه ان فعلا الدكتور لازم تتابع معاكي، ناخد رقمك في كنترول. هكلمك بعد ما اخلص الهوا حضرتك، لان في اسباب كتير قوي ممكن حل للطنين. انا مش بينيمني، يعني انا بص 24 ساعه خاصه وانا نايمه ببقى خلاص، يعني بيقلب معايا بحس ان في كوابيس.
طيب انت ممكن مبدئيا تعملي كشف اسنان عشان نطمن ان الدروس العقل اللي فيها ناحيه الطنين مش عامله مشكله، والحشو اللي انت ذكرتيه انه مش عامل مشكله كمان. هي لسه معانا، اتفضلي. بصي يا دكتوره، انا متاكده ان يعني اسناني ما فيهاش اي حاجه، انا مش عارفه بقى، ممكن يكون كان التهاب عندي وهو عمل كده. لا حضرتك بتقولي 24 ساعه. 24 ساعه وفي ناحيه واحده. وبقالك سنين من ثانوي. بقالي عمر كامل انا عايشه، لدرجه اني بقت متعايشه معاه. وطبعا يعني يستحسن ان احنا نعمل مقياس سمع، بس مش عارفه اقول لك ايه، تعالي شرفيني. هي من اسكندريه، ما بتنزليش خالص القاهره؟ طب يا فايزه خالص. ممكن، بس انا كنت عملت قبل كده رسم سمع، وقال لي ان في حاجه في عظمه الركاب راكبه على ايه، فانا هعيش معاه يعني. عظمه الركاب، انت ذكرتي حاجه مهمه. ايه عظمه الركاب؟ انت عملتي مقياس سمع؟ انا عملت طنين وعملت رسم سمع قبل كده على الطنين اللي عندي. عندك مشكله في عظمه الركاب؟ قال لي دي هي في مشكله عندي زي يعني. طيب ما هو كده يبقى انت المفروض بتعيدي مقياس السمع. انت اخر مره عملتي مقياس سمع كان امتى؟ من شهور يعني. من شهور. طيب وقالوا ان في ضعف سمع صح؟ مش ضعف يعني، هو يعني انا بسمع كويس. انا اي نعم، بس انا حاسه ان انا بسمع كويس. طب يبقى سبب الطنين ضعف السمع. ما انت ممكن تكوني بتسمعي كويس، بس المقياس السمع اظهر ان في مشكله مش في معدله الطبيعي، ما اظهر ان في مشكله. ما بتقول عظمه الركاب. وعظمه الركاب دي غالبا يعني بيبقى في بعض انواع ضعف السمع بتظهر مع الحمل المتكرر. طب احنا هنستاذن من مخرجنا ياخد رقم فايزه يكون معانا في الكنترول، وبعد كده يعني الدكتور هتتابع معاها. دي برضه احنا هنا وجميله اصلا يعني. عايزه اقول لكم 24 ساعه مكالمات للناس في التليفون. معانا مياده. الو. ايوه يا فندم، اتفضلي. ممكن يا فندم نعرف في عنوان الدكتوره فين؟ ممكن نعرف عنوان الدكتوره فين؟ حاضر، هنعرف عنوان. حاضر، اوكي. بس انت عايزه اي سؤال؟ بس انا امي عندها ودن بتوجعها، بتسمعش بيها خالص، والودن الثانيه بتسمع عادي. اوكي. عملت اي مقياس سمع قبل كده؟ هي غسلتها قبل كده. غسلتها. طب ده معناها ان جسمها بيفرز شمع في الاذن كل فتره، فيا ريت قبل ما تشرفوني تعملي غسيل اذن عند انف اذن وحنجره، وبعدين تشرفوني عشان نوفر وقت ومجهود عليكم وعليا. طب نشرف الدكتوره فين عيادتها لو طيب هناخد برضو رقمك في الكنترول. احنا هناخد النهارده ارقام كتيره قوي. ده تحت امركم. خالد معانا. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ممكن من فضلك اكلم الدكتوره؟ اتفضل، انا مع حضرتك استاذ خالد. لو سمحتي، انا بس عندي دكتوره وش في وداني دائم على طول، ساعات يقل وساعات يزيد. بس انا كانت طبيعه شغلي الاول كمدير مطاعم وبارات وديسكوهات كده، فكنت بتعرض للصوت العالي بشكل دائم واكتر وقت يعني. صوت عالي في مطاعم؟ مش مصنع. ديسكوهات. في نايت كلاب كونفرنس كده يعني. تمام. طب حضرتك عملت مقياس سمع؟ عملت مقياس سمع من حوالي بتاع 7 سنين 8 سنين كده، لما كنت ببقى فاضي في اجازاتي يعني، بصفة ان كانت كل الشغل في شرم وغردقه، فكان في ودن اقل من ودن يعني. طب وما تابعتش في 7 8 سنين؟ لا والله، نظرا لضيق وقت يعني. لا حضرتك ما يعني 7 8 سنين ما فيش وقت تعمل مقياس سمع. لا يا ريت طبعا حضرتك تشرفني وانا بنفسي اكشف على حضرتك. ونشوف المشكله فين، طالما في مشكله ضعف سمع والعصب السمعي فيه مشكله. هو وش يعني، وساعات ساعات الاقي ودني اتسلكت كده مره واحده، وساعات يعني السمع يضعف يعني ساعات. حضرتك عملت غسيل اذن قبل كده؟ لا خالص. طيب يعني ايه الـ 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 السمع بيروح ويجي تقصد؟ لا مش هو مش سمع بيروح بيجي بصوره، هو الوش دائم بصفه مستمره، بيعلى ويوطى يعني حسب. حضرتك بتدخن؟ ساعات اكون مثلا ماشي في الطريق او قاعد، ابص الاقي ودني اتسلكت كده يعني، الصوت بقى واضح في ودني اعلى، لكن بسمع طبيعي، بس وقت ما الودن سمع بيقل او او او. طيب ما حضرتك بتقول في فرق ما بين السمع في الاذن اليمنى واليسرى. ايوه ده حقيقي. طيب من 7 8 سنين يعني لازم نعيده طبعا. السمع اللي ظهر ده، لكن انا ما بحسش بيها يعني. طيب يا ريت حضرتك تشرفني ونعمل مقياس سمع تاني، واي اشعات او تحليل حضرتك عاملها هاتها معاك،
ونعرف بس معلومه كده سريعه للساده المشاهدين، ان في بعض الحاجات اللي احنا ممكن نسبب فيها زياده للطنين زي الدخان لو حضرتك بتدخن، زي الكافيين، في طبعا بعض الاطعمه اللي هي ممكن تكون فيها زياده في الملح، دي ممكن تعمل مشكله في الاذن، تسبب لو في دوخه لو طنين لو، فيا ريت طبعا نعمل مقياس سمع، ده اول حاجه. طيب هو بالتاكيد هيشرفنا طبعا بمكالمته مره تانية بعد ما حضرتك يعني تتواصلي معاه، بس يعني نفسي اسالك شويه اسئله بس. معانا اشرف. الو. الو. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. معاك اشرف من جينا يا فندم. منورنا وكل اهل هنا منورنا. الله يخليك يا فندم ويبارك فيك. بقول لك انا ممكن اكلمك دكتوره منى. اهلا وسهلا بحضرتك. انا سامعاك. نورين بيكي والله. ربنا يخليك. بقول لك يا دكتوره ممكن اكلم الدكتوره منى بعد اذنك؟ انا مع حضرتك. هي معاك الدكتوره منى سامعاك. بقول لك حضرتك انا لما اجي انام بالليل حضرتك فيه زي الم في وداني من ورا كده باستمرار يعني. الم في ودانه ورا ودانه باستمرار. باستمرار حضرتك يعني ممكن لو نمت على بالليل كده فيها احس ان في الم في ودانه وكده يعني. رقبتك من ورا بتوجعك؟ برضه نرجع للرقبه. لا. لا بتوجعني حضرتك. بتوجعك؟ اه. طيب حضرتك عملت اي اشعه على رقبتك؟ لا لسه الكلام ده حضرتك من اسبوع يعني كده والكلام ده. عملت. لا ما عملتش بقول لك لسه الكلام ده من اسبوع. لا ما عملتش حضرتك من اسبوع بقول لك الكلام ده الالم يعني. طيب الالم ده ممكن اسبابه كتير قوي، اولا يعني يا ريت طبعا لو الاذن الخارجيه ما نكونش بنلعب فيها باي اداه، سواء بقى يعني مش هنقول الكوتون بادز او اي حاجه من اللي بيتلعبوا فيها، لانه بتبقى مشكله كبيره وممكن يسبب لنفسه الم والتهاب اذن خارجيه. يعني ما تنضفش ودانك باي حاجه بنفسك. لا بنفسك ما تجيش جنب يعني لازم دكتور. مستحيل يا فندم الكلام دوت يعني. الالم ده ممكن يكون من الرقبه او يكون من الاذن نفسها او يكون من الاسنان، ما هو احنا مش هنعرف نحدد كده، وحضرتك بتقول من هنا فيا ريت لو تشرفني. شرفها فجأة بالعنوان حضرتك فين في القاهرة؟ طيب هناخد رقم حضرتك في كنترول وهنتواصل معاك والدكتور يعني دكتور منى العقاد. ده اهلا وسهلا بجميع السادة المشاهدين برنامج الطبيب. نورتنا وان شاء الله ان شاء الله مع الدكتور تلاقي الحل باذن الله. نرجع للطفل. طيب قول عشان عايز اقول حاجه مهمه يعني جدا. يعني هي معانا دقيقه فخلينا نتكلم في ايوه احنا بنقول ان ضعيف النظر بيلبس نظاره، ضعيف السمع عادي جدا يلبس سماعه. الام كانت بتعيط والطفل يعني بعد ما كان داخل بيضحك معايا وبيلعب، لما خرج ولقاها انهارت وبتعيط ده خلي يعيط. ومش عايز سماعه، لا انا مش عايز سماعه انا بسمع كويس. ما هو بيسمع كويس بس في ضعف سمع، في ضعف سمع من بسيط لمتوسط ولازم نلحقه يا دكتور. يعني طبعا العضو الذي لا يستخدم بيضمر، فاحنا ليه نساعد ان العصب السمعي يضمر او يموت ليه؟ فطبعا الاشارات اللي بتوصل للمخ اقل من العادي. فينصح طبعا ان هو يلبس سماعه. بصي فقره قصيره بقول ما لحقتش، فقره كبيره بقول ما لحقتش، مش عارفه اسالك اسئله كتير قوي، ولكن انا ببقى مبسوطه اكتر الناس هي بتسالي اللي بتسالك بنفسها. بامانه ده بيكون احسن واجمل من اسئلتي انا. لا ازاي بقى طبعا يعني اسئلتك جميله وللهدف، وانت كمان انا بنبسط قوي لما بلاقي مذيعه كده اعلاميه زي الجميله كده عندها وعي بالتوعيه السمعيه طبعاً. لان ده مهم، وحتى الساده المشاهدين اللي بيكلموني المرضى بيشكروا فيكي قوي على فكره. ده من ذوقك. احنا بنشكرك وبنشكر وجودك معانا، بنشكر دكتوره منى ان هي يعني اولا مش بس عملت مبادره، لا هي كمان مدت المبادره معانا لشهر تاني. يعني دلوقتي المبادره هتكون معانا على شاشه المحور وبرنامج الطبيب، مش شهر واحد فات خلاص، لا احنا معاكم لشهر تاني باذن الله. فاي حد عايز يتوجه لعياده الدكتوره منى، كشف سمع اتزان، كل الاختبارات دي مجانيه مش تدفع اي حاجه خالص. انا بشكرها بجد من قلبي، وبشكركم طبعا على يعني وجودكم معانا بمشاهدتكم بتليفونات اللي تواصلت معانا، وبتمنى الشفاء لكل الناس يا رب امين. نشكر الدكتوره منى العقاد استشاري امراض السمع والاتزان، دكتورات جامعه القاهره، رئيس وحدات السمعيات بمستشفى الجامعي. وانا كمان بشكركم، اشوفكم على خير ان شاء الله.